السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ورحلة جديدة في برنامج قيمنا. اليوم نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف يغرس الأمل في النفوس. أهلا وسهلا. من قصص الأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قصة عدي بن حاتم مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عدي: بينما أنا عند رسول الله إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، أي الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، أي أن الأول اشتكى من شدة الفقر الذي هم فيه، واشتكى الثاني من قطع الطريق في وغياب الأمن في الجزيرة العربية. فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت بها. فقال: إن طالت بك حياة لترين المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. أي أنه زرع الأمل بوجود الأمن في قادم الأيام. ثم يكمل له النبي عليه الصلاة والسلام حديثه: ولتفتحن كنوز كسرى. قال: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. قال: ولترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. أي أن قادم الأيام منبئ بالغنى والأمن. إن كنت ترى الآن فقرا وغياب أمن فهناك يوم قادم ستتغير فيه المعادلة وترى فيه أمرا جميلا. خطاب الأمل في مقابل خطاب اليأس. خطاب اليأس الذي تحدث به هذا الشخص أمام رسول الله في مقابل زرع الأمل الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام ليداوي النفوس وليغير الصورة الذهنية إلى أمل قادم. الأمل شفاء للألم، والتفاؤل يعيد للنفس اتزانها بعيداً عن وخزة اليأس. الوقفة الثانية في رحلة زراعة الأمل حدثت في مكة في الأيام الأولى لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. التقى سيدنا خباب بن الأرث بالنبي عليه الصلاة والسلام متوسدا برده في ظل الكعبة وقد عذبوا من كفار قريش، فقال له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية حديثه ذكره أن سنة الأنبياء في كل زمان هي صراع بين الحق والباطل، وأن أتباع الأنبياء قد تعرضوا لما تتعرضون له بل وأشد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الوصف المحزن لما يراه خباب من معاملة قريش، لما يراه خباب من معاملة قريش، يقول له: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه.
ولكنكم تستعجلون. رب العالمين تكفل بنصركم، تحتاجون الصبر وعدم الاستعجال، وسترى بعينيك يوما يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى أحدا. عندما يزرع النبي عليه الصلاة والسلام الأمل في النفوس وهم في أشد حالاتهم، يعني ذلك أن الأمل سلاح المؤمن يتجاوز به عقبات الطريق. رحلتنا الثالثة هي مع أصعب موقف تعرض له المسلمون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، معركة الخندق، أشد موقف تعرضت له الدعوة الإسلامية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حين حوصرت المدينة من كافة أطرافها بقبائل العرب. يقول تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شدة الخوف وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنونا وابتلوا وزلزلوا، مع هذا الموقف يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليزرع بارقة الأمل. كان المسلمون يحفرون في الخندق. يقول البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فعرضت لنا فيه صخرة لم تأخذ فيها المعاول، فشكونا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء صخرة كبيرة لم نستطع أن نكسرها، فجاء صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول ثم قال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. يتخيل هذا الموقف مع شدة الهلع والخوف، يخبرهم النبي بالأمل القادم أنه يرى بعينيه قصور الشام الحمراء، ثم يرفع معوله ليضرب الصخرة مرة أخرى وينكسر ثلثها الثاني، فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب الصخرة ضربة ثالثة فتحطمت، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. حينما يكون المسلمون في أشد حالات اليأس لا بد من خطاب الأمل. حينما يكون الخطاب السائد خطاب اليأس، فلا بد أن نحدث خطاب الأمل، لا بد أن نحيي الآمال في النفوس لنبنيها من جديد، ولنتحدى اليأس السائد في أن الله سبحانه وتعالى قد أوكل النصر لهذه الأمة، وقد فتح أبواب الخير أمامها، وما عليها إلا أن ترتقب هذا الأمل. رحلتنا الرابعة في رحلة الأمل هي في قصة سراقة بن مالك. سراقة كان سيد بني مدلج وأحد أشراف قبيلة كنانة، لكنه لما سمع بالعرض المغري الذي قدمه قادة قريش للبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام
وهو يخرج من هجرته في هجرته من مكة إلى المدينة طمع بهذا العرض. 100 من الإبل تعني الكثير في ذلك الزمان، ولذلك عمد إلى أن يذهب بنفسه ليبحث ضمن الباحثين. كانت قبيلته مشهورة بالقدرة على رؤية الآثار ومتابعتها، واستطاع بسهولة أن يدرك آثار النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى المدينة. وصل قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام فانغرست قدم فرسه في الوحل، وعرف أن الأمر فيه معجزة. إذا أراد الرجوع خرج، إذا تقدم انغرست. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سراقة، كيف بك إذا ألبسك الله سواري كسرى؟ فيقول: كسرى بن هرمز؟ فيقول: نعم. الموقف موقف عجيب، تكرر في القصص الأخرى التي حكيناها في الفقرات السابقة في تكرار النبي عليه الصلاة والسلام للأمل في ملك الروم وملك كسرى وملك اليمن. أعظم إمبراطوريات العالم في ذلك الزمان يوعد به النبي عليه الصلاة والسلام سراقة حين كان النبي هاربا من مكة إلى المدينة، لكن سراقة يثق بهذا الوعد، فيعطيه النبي كتابا يثبت له هذا الطلب ليحمل أملا وحلما يتحقق بعد سنين طويلة حين فتح المسلمون بلاد فارس. النبي عليه الصلاة والسلام يرى الحلم أمامه، ويرى الأمل حاضرا، ويعد وهو واثق بالله أن هناك مستقبلا مشرقا في انتظار دعوته، وهو ينشر هذا الأمل حتى لو كان الواقع يقول غير ذلك، وهو ينشر هذا الأمل حتى لو كان الواقع يكذب هذا الحلم، لكن الأمل يبني في النفوس ما لا يبنيه قراءة الواقع. موقف آخر حصل في يوم حنين. جاء فارس للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم، أي قبيلة هوازن التي حاربت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين، قد خرجوا بكل طاقتهم. هذا الخبر لوحده خبر يقلق المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بدل اللغة إلى لغة أمل فقال: فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. هذه القدرة المتكررة على أن يكون التفاؤل والأمل حاضرا حتى في أعتى المواقف هي تربية نبوية عميقة يحتاجها المربي، يحتاجها كل إنسان. ولنتخيل ما هو شعور المسلمين في اللحظة الأولى عندما كان خطاب اليأس هو الحاضر، وما هو شعور المسلمين عندما كان خطاب الأمل هو الحاضر. في اللقطة الأولى في خطاب اليأس، كيف يمكن أن تكون النفوس تغيب وتبتعد عن الطمأنينة وتشعر بالضياع والتيه، بل تشعر بفقدان الأمل؟ وعندما يأتي الخطاب تشرق الأرواح من جديد ليعود الأمل بازغا من جديد.
الأمل والتفاؤل هو صفة الأنبياء، تكررت مواقفهم التربوية مع أقوامهم لتزرع الأمل دائما. في قصة سيدنا يعقوب وقد غاب عنه ابنه سيدنا يوسف وهو يوصي أبناءه للبحث عنه، يقول لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله، ولا تيأسوا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس من رحمة الله ومن روحه مهما كان ذنبك، لا تيأس من روح الله مهما كنت مظلوما، لا تيأس من رحمة الله وروحه مهما كان الواقع يائسا، لا تيأس من رحمة الله وفضله وروحه مهما كان الواقع مؤلما، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بين أن تكون القراءة التشاؤمية هي الحاضرة في حياتنا فتصب في النفس لغة التشاؤم واليأس والبعد عن العمل والأداء والنجاح، وبين القراءة التفاؤلية التي تحفز الروح وتحفز العزم لينطلق الإنسان متوكلا على الله سبحانه وتعالى. هل نستطيع أن نخلق في أنفسنا قراءة التفاؤل لكل أحداث حياتنا؟ هذا هو واجب التحدي الذي نحاول أن نجعله لهذا اليوم. نحن في واجب التحدي ننطلق من الفكرة إلى العمل لنحول القيمة إلى تطبيق، لعلها تصبح سلوكا راسخا في حياتنا. ولذلك واجب التحدي لهذا اليوم: اختر أو اكتب رسالة أمل، آية أو حديث أو حكمة، وانشرها بأي وسيلة كانت، رسالة، عبارة تقولها للآخرين، ثم اكتب لنا ما اخترته من هذه العبارات في التعليق على هذه الحلقة. سنكون هناك في صفحة البرنامج لنتحاور معكم ونتبادل الآراء. ولنتذكر وصية سيدنا يعقوب: لا تيأسوا من روح الله. السلام عليكم.